يسعد مساكم. والله يمكن اليوم 15 رمضان متعب، ما في ساعة أربعة من نام ساعة واحدة بالليل، بس 15 رمضان الله شو سبحانه وتعالى فيكن. عدينا نص شهر رمضان، صحيح عم نتعب بس والله كله لرضائكم. أهلا وسهلا فيكم مطعم ياسمين الشام، مطعم الخير والبركة، مطعم المحبة. إن شاء الله يا رب تكونوا راضين بالانتقاد بأي شيء، نحن جاهزين. يومكم سعيد، 15 رمضان. عيد الكل برمضان، ورمضان كريم علينا يا رب. نحن اليوم جينا على ياسمين الشام لحتى نفطر، كنا سوا وكثير ناس بشجعونا وشجعونا يعني لحتى نجي ونكوننا هون موجودين. واهلا وسهلا بالكل اللي بده يجي كمان. مرحبا، كل عام وانتم بخير جميعا. سعدنا جدا نكون موجودين اليوم. قررت افطر بياسمين الشام. ياسمين الشام مطعم محبب لنا ابني وكثير اصحاب من طرفي، انا المهندسه رولا جعفري. طبعا انا ساكنه قريب، بالنسبه لي اقرب مطعم له تاريخ حلو وسمعة طيبه. نتمنى لجميع افطار هنيه وصياما مقبولا. الله يعطيكم العافية يا رب، وإن شاء الله رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. ياسمين الشام، ياسمين المحبة، ياسمين سوريا غالية على قلوبنا. نحن جينا على فيينا، نحن منا من فيينا، من سكان فيينا، بس جينا مش أول مرة، هاي تاني مرة بنجي. وبصراحة يعني المعاملة لطيفة جدا، والشباب الله يعطيهم العافية، والأكل إن شاء الله يطلع طيب اليوم كمان إن شاء الله. بس يعني الأجواء رمضانية بحتة، عم بفكر بالجاي الثالثة بصراحة. الأجواء كتير حلوة وفيها هيك مودة وألفة، تحس حالك بسوريا صغيرة. الله يعطيكم ألف عافية، شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، والله المطعم الأول الحمد لله على هالمنطقة وعلى فيينا كمان. ما شاء الله المطعم بذكرنا بأجواء رمضانية كتير هيك أتكيت، والأمور ممتازة إن شاء الله. وهون هيك كأعداد كتصميم كديكور بذكرنا بالأعداد السورية، بالحارات الشام وأهل الشام. والله يعطيكم ألف عافية. كتنظيم وكمطعم الحمد لله أمور سوبر. الله وعلى عيد. أول
أول شيء تحكي رمضان كريم على الجميع يا رب. وهي أنا ثاني مرة ثالث مرة باجي على بوفيه ياسمين الشام، والأكل مثل كل مرة روعة، وبنصح الجميع إنه يجي يجرب أكل ياسمين الشام، إنه عن جد بتذكرني بسوريا وبمطاعم سوريا، والبيرسونال كمان كثير لطيفين وكثير حبابين وتعامل كثير جيد، وبتمنى إنه يجوا الكل يجربوا الأكل، إنه عن جد يستحق التجربة. ومرة ثانية رمضان كريم على الجميع يا رب. مساء الخير، كل سنة وانتم سالمين، رمضان كريم على الجميع يا رب، يا رب يعيدوا علينا وعلى جميع الأمة العربية بخير وسلام يا رب. نحن هلأ في مطعم ياسمين الشام، المطعم اللي عن جد عن جد بذكرني بمطاعم سوريا وأكل سوريا وعراقة الأكل الشامي السوري، والناس هون كتير كتير لطيفة، سواء اللي عم يطبخ أو اللي عم بيقدم لنا الأكل أو اللي عم بيجي بيضبط لنا السفرة، عن جد إشي كتير كتير رفع شبر ربحة. وأنا هاي تاني مرة وعم باجي خصوصا من سالزبورغ لهون مشان أفطر بياسمين الشام. وصلى كل سنة وأنتم سالمين يا رب. والله أنا جيت على المطعم لأنه بيذكرني بأيام سوريا، بأيام الجمعات الحلوة وأيام رمضان المبارك اللي كانت بسوريا الحرة. وأنا كثير مبسوط لأن أنا كنت موجود هلأ اليوم بهيك مطعم قدم الأكلات الطيبة وقدم كل الأطباق اللي نحن بنشتهيها بسوريا، وبنشتهيها كان على طبق العيلي. والله يعطيهم ألف عافية، الشيف والإدارة والمطعم والأجواء كله كان رائع جدا، ومشكورين كتير، ومشكور للأخ اللي كويس اللي بلعب يصوكر. كل سنة طبعا حضركم طيبين، من أول مرة نيجي من هنا في ياسمين الشام، حاجة حلوة خالص والله. لحم الضاني 10/10، والأرز 10/10، كل حاجة حلوة خالص، النظام حلو وكله تمام والله الحمد لله. كل سنة طيبين، كل سنة طيبين، إن شاء الله رمضان جاي نيجي برضه إن شاء الله. كل سنة حضرك طيب. كل سنة وحضراتكم طيبين، وإحنا دائما بنيجي ياسمين الشام، وصراحة يعني أجمل مكان في فيينا، وكل حاجة فيه كويسة وكل حاجة جميلة، وحسسنا إن إحنا في بلادنا في مصر وفي سوريا وفي كل حتة. وكل سنة وانتم طيبين. مرحبا. طبعا أول مرة زرت هذا المطعم كان قبل حوالي 5 سنين، وهاي زيارة ثانية. طبعا هاي اتمنى يكون هاي المطعم موجود له فرع عندنا في مدينه ميونخ بالمانيا، يعني عن جد مطعم جيد جدا خاصه للافطار، ومشكورين على الجهود الذي تبذلونه، شكرا جزيلا.